المقابر اللي عندنا، احنا عندنا المقبرة دي واللي جنبها أول وتاني مقبرة إلى حد ما تصميمهم شبه بعض في دخول المقبرة، خلاص الأورينتيشن بتاع الثلاث مقابر اللي احنا هندخلهم ساوث نورث، بتبتدي بالساوث وتنتهي بالإيه؟ بالنورث، ويبتدوا الاثنين بخلال ستير كيس جزء منهم من أعمال الترميم، ويتميز الدخول أو الكوريدور. فاكرين لما قلنا إن المقبرة كانت أساساً بروستس وأويكس وأضيف إليها انترنس، وبعد كده هنلاقي اوبن كور ده تاثير سكندري، خلاص فاحنا هنلاقي هنا ستير كيس وحاجه اسمها الايه السقف المقبي. السقف بالعربي اسمه ايه؟ المقبي، اللي هو عامل كده، خلاص ده اسمه ايه بالانجلش؟ فولتد سيلينج. فولتد سيلينج اللي هو السقف الايه؟ المقبي. تمام، يبقى ذا تومب نمبر 1 اند 2 اوف مصطفى كامل بيجن وذ ستير كيس، خلاص with number of steps allows that the orientation of the both tombs, tomb number one and tomb number two begins from the south and ends with the north, and both of them are covered with a certain type of ceilings called a vaulted ceiling. After that, after having flight of direct steps, we can find it will be a bend to the a to the left. هيروح عامل ايه؟ كسر ناحيه الايه؟ الشمال، ويدخل بيك على الاوبن كورت. ماشي؟ تعالوا ندخل بقى. ده بداية بقى دخول المقبرة، وادي هو شكل حتى الفريز بتاع الدور. يقال ان الجزء دوت عادة كان بيغطى بباب يقفل الجزء ده. هنبدأ نخش على الاوبن كورت، كل ده تأثير سكندري. يلا يا شباب، يلا يلا يلا. احنا كده دخلنا على المقبرة التانية. للأسف المقبرة التانية إلى حد ما الزخارف بتاعتها مش واضحة، زي ما قلنا السلم بيفتح بعد كده على الأوبن كورت. المفروض إن هو أوبن كورت دوت من طبعا من أعمال الترميم، بس هو مصنع أو مبني بشكل إن الكورت دوت يبقى للإيه؟ منه للهواء على طول، خلاص. الجزء دوت ده للأسف مهدد، لكن أثناء اكتشاف المكان أو اكتشاف المقبرة تم اكتشاف بعض الـ الاجزاء اللي بتوحي ان كان فيها بنشز تستخدم من خلال الريلاتيفز علشان يقعدوا يعملوا حاجه اسمها فيونري بانكويت، مآدب جنائزيه. كانت من عاده اهل بلاد اليونان قديما عمل مجموعه من المآدب وزياره المقابر لتخليد ذكرى المتوفى، خلاص. وكانوا بيعملوا كده ديفرنت لايبيشنز اللي هو سكب المياه وسكب النبيت واين على شرف المتوفى، بيقوم بزياره المتوفى، ودي حتى لغايه دلوقتي عاده عند الناس كلها ان هو في بعض الاحيان بيزور الناس اللي هي ريليتيفز وتوفى. اوكي، فهذا الجزء كان بيستخدم اكتر للناس ريليتيفز عشان تقعد وتزور الايه؟ المكان، ويعملوا فيونري بانكوتس، مآدب جنائزيه. ماشي؟ طيب الجزء دوت هو عباره عن فتحه، ويقال ان الفتحه ديت كانت بتستخدم كول كبير او كمكان بحط فيه المياه. عاده بنشوف ان المقابر في مصطفى كامل لازم يكون فيها مكان لتخزين المياه. فايده المياه ايه؟ اول حاجه عشان الريلاتيفز عشان يقعدوا يشربوا ميه والقصص دي كلها. تاني حاجه علشان لو في ريتشوالز معينه بيعملوها وعايزين بيستخدموا ميه، فلازم برضو تكون الميه ايه؟ موجوده. يبقى دي كانت بتستخدم لل يونري بانكوتس، ودي كانت عباره عن بير او بنقول عليه ريزرفوار، مكان لحفظ المياه. وعندنا الجزء ده دي عباره عن فتحه او غرفه، يقال ان هو تم اضافتها لاحقا، لان احنا بنقول ان الدفن الرئيسي كان بيبقى فين؟ في الاويكس اللي هو جوه ده، انما الفتحه ديت او الاوضه ديت يقال ان هي تم اضافتها لاحقا، وبتحتوي على احد
طرق او اشكال المقابر اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هو السرير الايه الجنائزي اللي هو الكلينر اهو عباره عن تابوت بياخد شكل ايه سرير اهو مخدده ارقد فيه سلام بقى يا ايه whatever هو مين تمام. وادي عندنا حتى traces of colors اهي موجوده في احد جوانب السرير الجنائزي تمام، بالاضافه للفلورال ديكوريشن كل دوت يعتبر بيور جريك ستايل، ده يعني حاجه يوناني صرف تمام. لغايه كده مفهوم. يبقى we have a staircase. What is the main or original plan of tomb number 2 of مصطفى كامل؟ tomb number 1 and tomb number 2 are beginning with a staircase with flight of steps. Number of the steps are made according to the restoration in the restoration process, and after that the staircase is bent to the left opening to the open court, and this is an Alexandrian effect. ده ايه؟ ده تأثير سكندري على المقابر الايه المقدونية. This open court, it was called open court because it should be being directed directly to the open air, and we have here in this part an opening. This opening during the discovery of the tomb, we discovered number or traces of benches. Therefore, the scholars supposed that this place was a place of the gathering of the relatives together and to make different banquets. Funerary banquets. يعني ايه funerary banquet؟ مقادف جنازي. خلاص؟ In the memory to memorize the deceased people. Okay? And in this part we have two openings. This one was used as a reservoir, a place for preserving water. In any tomb, we should have a place for preserving water. And this was very mandatory for the funerary banquets and for the different funerary rituals. يعني ايه ritual؟ شعائر. شعائر جنائزية أو اللي هي الطقوس الجنائزية المختلفة. Okay, this was used for preserving water, and that one, that room, houses a very important type, a burial method, which was used by the ancient Greeks, a type of tombs, the shape of tomb. We have two shapes of tombs, either loculi, فاكرين, or loculus, the singular. It's a hole in the wall. Measuring the length of the deceased. This is number one. Or placing the deceased himself inside a funerary bed or a sarcophagus. يعني sarcophagus. تابوت. A sarcophagus taking the shape. يعني taking the shape. ياخد شكل. It's a sarcophagus, a stone sarcophagus, taking the shape of a funerary bed, and even the cushions of the bed are carved. The cushions اللي هي الوسائد. Of the funerary bed are carved on both sides. We have also here traces of colors on the facade of this cleaner sarcophagus, and as we said, it's one of the most famous shapes of the tombs, the Greek tombs. And finally, here in the central part, we can find an altar, المذبح, the place where the different funerary rituals, الطقوس الجنائزية, were performed. The different libations, يعني ايه libation؟ اللي هو التقدمة أو سكب المياه, was also performed in this a place. ده كده مفهوم؟ احنا بنقول إن الجزء ده تأثير سكندري، ده طابع سكندري. خلاص؟ طيب إيه تاني؟ عندك هنا الفريز، شايفه على طول الفريز دوت، شايفه؟ هو الفريز دوت بيتقال عليه بالإنجلش ماتبس. إيه هو الماتبس؟ هو عبارة عن شكل زخرفي كده زي كده، ثلاث يعني اشكال اعمده افقيه او ثلاث اعمده جنب بعض، خلاص بتتكرر على طول الافريز، وده يعتبر احد الافاريز المستخدمه في المقابر او في العماره اليونانيه. So we have here a frieze along the open court. It's one of the friezes which was used in the Greek architecture. It's a frieze of metals. The shape of three shaped columns or a building or a pattern of three vertical strips together, and it's repeated along this this frieze in the four sides. The walls, however, the walls are in a bad state of preservation. We have only here the shapes of the blocks, and the other part is houses no decoration. يعني للأسف
طبعا اعمال الرطوبه والقصص دي كلها ما خلتش يبقى فيها ايه نوع من انواع الديكوريشن. هستاذنكم تيجوا هنا. اوكي هنبدا بعد كده ندخل على الجزء الجنسي. احنا بنقول ان هو الستير كيس الاوبن كور تاثير مصري، بعد كده هنخش على البيور ماسيدونيان ستايل. ده الجزء المقبره الرئيسي، البروستس الحجره الاماميه اللي كانت بتستخدم من قبل الريلاتيفز ان هم يقعدوا ويعملوا البانكويتس والقصص دي، وبعد كده الايكس اللي هي حجره الدفن الرئيسيه. طيب الحد الفاصل او المكان ما بين الاوبن كورت والبروستس هنلاقي اثنين كولومز بنقول عليهم هاف دوريك فري هاف دوريك كولومز. يعني ايه هاف دوريك كولومز؟ ده العمود الدوري تمام، بس هو واصل لغايه هنا بس، يعني مش واصل لغايه ايه تحت، عشان كده بنقول عليه هاف. خلاص يبقى ادي شكل الاعمده. وللاسف احنا دايما بنقول ايه ان الاعمده في اي عماره بتتكون من كام جزء؟ اثنين بس مش ثلاثه، القاعده والبدن والشقه ثلاثه. خلاص احنا عندنا تاج وبدن وقاعده، تاج وبدن وقاعده. طيب ايه المختلف شويه في العمودين دول؟ ان هم مبنيين من غير قاعده، يعني ايه ستاندنج دايركتلي ويزاوت بينج هافينج ا بيز. لو بصيت كده وعملت سيرش على المعابد مثلا في المصريه في الصعيد، لازم يكون في قاعده للايه للعمود تمام. يبقى سيبريتنج the open court which is an Alexandrian style and the prostus we have two half Doric columns. Half Doric columns. The Doric columns are a type of columns which were used in the Greek architecture, having the fluted shape. However, this shape ends only to the half of the column, and therefore it was called half Doric column. And the two columns are very remarkable because standing directly without a base. Standing directly without a base. And as we said before, the column, any column in any architecture consists of how many parts? Three parts. اللي هما capital, body, base. Capital, body, base. And here the two bases are omitted. They are not a found. مفهوم؟ ده كده مفهوم؟ تعالوا نكتب هو. احنا هنا في البروستس، اوكي؟ طبعا يعني تأثير الرطوبة واضح جدا، شايفين للأسف واضح جدا في جدار البروستس بتاعت المقبرة التانية من مصطفى كامل، وإن كان هنا تحوي بعض آثار الألوان خصوصا الأحمر والأصفر، هنا الحيطة ما فيهاش أي ألوان، وهنا هنلاقي أدي اللوكل يعني. شايفينها؟ ويقال إن اللوكل دي تم إضافتها بعد كده، يعني دايما بيقول إيه؟ إن المقبرة بتصنع إن الأيكس هي مقبرة أو حجرة الدفن. بعد كده لما العدد بيزيد خلاص بيبداوا يفتحوا فتحات كده في الجدار في الايكس في اي حته بقى في الاوبن كورت يمشوا حالهم تمام. نعم اهله وكانوا بيحطوا انا اسف سؤال، كانوا بيحطوا الجثه من غير تابوت ولا بتابوت؟ لا من غير تابوت، يا اما متحنطه وده ما كانش مظبوط كتير يعني، يا اما جثه كده وكذا حد ولا كل واحده لوحده؟ لا بس في بعض الاحيان اللوكل بيبقى فيها اكتر من حد خلاص، او بنحط هايدرا فيزس في اللوكل جوه، تحط ايه اواني جوه وتقفل خلاص. عاده اللوكلي هولز بيبقى فيها ستون سلاب، والستون سلاب بيبقى مزخرف عليها شكل دور باب. اختلف بقى الناس في تفسير الباب، قال لك ده تاثير مصري والباب الوهمي والدخول الى المقبره، لكن اشكال الابواب برضو ليها، احنا لازم برضو ناخد بالنا ان هنا ده عقيده دينيه يوناني مش مصري. الابواب او شكل الباب الوهمي ده حاجه كونسبت مهم جدا في العماره المصريه القديمه، لكن هنا احنا بنتكلم بالفكر الايه؟ اليوناني. اذا في بعض الاحيان وفي بعض الاحيان كمان ان النقر بيعملوا شكل نقر، عارفين النقر بيبقى ظاهر في الافلام العربي القديمه اللي هو الايه؟ اللي هي الايد الحديدي يعني يخبط بيه، هو بيرسمها وكان هو ايه هيخبط وتفتح، ده بيبقى بين مش ولا باب موجود لا للاسف، بس احنا عندنا ابواب تم اكتشافها بس حاليا في المتحف الفني الروماني خلاص. يبقى we have here the prostus
And as we said before, we have two columns, half Doric fluted columns, and they are without bases. And on the other side, linking the prostus and the itis together, we have two columns, other columns, they are also half Doric fluted columns, and also without bases. Without a base. On the lateral side, يعني lateral على الجانب, حوائط الجانبية. The walls are unfortunately without decoration. However, this wall contains traces of colors. يعني it traces of colors, بقايا ألوان. Traces of red and yellow colors. And we have here two openings, locally openings, and in the other side one opening. As we said before, according to the original plan of any tomb, the prostus was the main burial chamber. However, because of the increasing number of the deceased bodies, sometimes the family had to open, to cut openings, locally holes, خلاص, in later periods, in order to house the increasing number of the deceased people inside the family. تمام? And as we said before, the locally is a hole, taking the length of the deceased. Inside it, we can find a body, or ashes of the deceased inside number of hydra vases. The locally after that was closed with a stone slab. The stone slab in many cases was decorated in painting with the shape of a door, sometimes a window, having a door knocker. A door knocker. ماشي شباب؟ اللي كان بيسأل على السلاب. ماشي شباب؟ طيب ادي الالكس خلاص, ودي هي حجرة الدفن الرئيسية, والمفروض هنا في كلينة, اوكي, وهنا في المفروض التر لعمل ال يعني الليبيشنز المختلفة. عندنا حاجة هنا مهمة جدا اللي هي البينتنج اللي احنا شايفينه. البينتنج دوت يعتبر طراز بومبي الاول. بومبي هي احد المدن اللي ظهر فيها الطرز من طراز البينتنج بشكل كبير جدا, وبتتقسم لثلاث طرز. الطراز الاول بتاعها كان عباره عن ان هو بيشبه او بيعمل تعريقات الرخام من خلال البينتنج, لان الرخام كان غالي خلاص, فهو مش كل بقى مقبره هيجيب لها رخام, تمام. فعمل بقى فكره جديده ان هو بيرسم تعريقات الرخام. طبعا لو بينتنج صحيح والمقبرة لسه مبنية ومتلونة, هتلاقي فعلا شكلها شكل تعريقة الركام. طبعا دوت عشان يعني ايه اثر السنين والرطوبة وكده. ماشي. اللوكل ديت زي ما بنقول ان هي بتضاف لاحقا, لقوا ان العدد زاد فيروحوا فاتحين, العدد زاد يروحوا ناقلين هنا, وهكذا. ماشي. اي اسئلة؟ طيب اخلص الجزء الانجليش وهخليك تسأل. This is the oikos, the main burial chamber, and on the lateral sides we have number of locally holes, which are opened in later periods in order to comprise the increasing number of the deceased. And we have also two benches, which were probably used to sit for the relatives to sit and to gather in the different occasions. Also, we have at the back wall of the oikos the shape of a clean sarcophagus, and the shape of an of a not well preserved altar used during the different libations or for the different libations in the funerary procession. Flanking or all around the frame of the cleaning here, we can find painting imitating marble. Painting imitating marble. And this was one of the style of Pompeii, a very famous city. A lot. The Pompeii style in drawing was divided into three phases. This is the first phase of Pompeii, in which the artist imitated marble by painting. He imitated the shape of marble, but using a painting in order to avoid the high price of using marble in the tombs. ماشي؟ بدأت كما فهم؟ عمر عمرو ولا عمرو؟ عمرو فضل يا عمرو. انا كنت قريت قبل كده ان في المقابر اللي زي ديت بيبقى فيه مثلا جزء من الناس الاغنياء وجزء تاني للناس اللي هي الفقراء. نفس المقبره؟
نفس يعني المقبرة. من الواضح ان دي شكلها حاجة فخمة كده ودي اللي هي من الناس العادية تقريبا. مش شرط، لان هي عادة بتبقى نفس الاسرة. بتبقى نفس الاسر، ممكن مثلا كانوا متلهوين حصلت الموت فجأة. وبرضو ما تحكمش على شكل المقبرة وقت الانشاء، يعني لان انت برضو مش عارف شكلها النهائي كان عامل ازاي. تمام. بالنسبة للترميمات دي بقى اتعملت على طول وقت اكتشاف المقبرة ولا؟ طب ما تقفلي الفيديو عشان اوكي.